سيف ذا رالف رابت. رالف مكون من جزئين، الجزء الأول راد اللي هو الرائد أو المستشار أو الدرع، طرف الدرع، وولف يعني الذئب، فهو الاسم بيدل على الشجاعة، بينما هو حتة أرنب ضعيف مسكين، وهو يعتبر أرنب تجارب، وعينه اليمين بلايند يعني مش بيشوف بيها، وكمان ودنه مش بيسمع بيها، وربطنا بشاش زي ما انتم شايفين، وطبعا ده مخليه ولا بيشوف ولا بيسمع. وده المشهد الأول من الفيلم، وزي ما انتم شايفين هو فيلم قصير 3 دقايق بالظبط، موشن جرافيك، بيوضح كم المعاناة الشديدة اللي بيعاني منها أرانب التجارب في المجتمعات طبعا الأوروبية، مش عندنا خالص. شايفين عينه بايظة ازاي، وبيتكلم بيقول انه كمان ظهره اتعرض للكوي بالمواد الكيماوية بعد ما حلقوا الايه الفروة بتاعته عشان يجربوا مواد كيميائية اللي هي الخاصة بالتجميل ومركبات العناية بالشعر. طبعا الكلام ده في منتهى الألم بالنسبة للبني آدمين، فما بالك بحيوان ضعيف زي الأرنب. دي هنا هو بيتناول الوجبة الغذائية بتاعته، وطبعا بيحكي عن إن أسرته بالكامل توفت في معامل التجارب، اللي بياكله نضيف والدنيا ماشية، فجأة دخل في المعمل وتركب عليه البتاع ده، طبعا ده عشان يثبته كويس جدا، وهتشوفوا دلوقتي ايه اللي هيحصل له. طبعا ده احنا بنتكلم على المركبات الكيميائية اللي هي بتعمل الميك اب بره، انما احنا عندنا الميك اب بتاعنا ما تقلقوش، الميك اب عندنا هنا بيتعمل بتقريبا جاز او معرفش يعني، يا ريت جاز، هو في مواد متخلفة يعني، لكن طبعا انا بتكلم في الناس اللي هي في اوروبا، لانه هناك بيهتموا جدا بموضوع الميك اب ده، بس طبعا مش على حساب الحيوانات الضعيف. شايفين الحقنه في عينه، هيفقد عينه اليسرى زي ما انتم شايفين. ده المعمل وهو جاي هنا وماشي مش قادر طبعا نتيجه الضغط على رقبته، رقبته كمان متكسره، وبدأ انه بيتكلم كده مش شايف، شايفين ظهره مسلوخ ازاي، فهيلفتوا نظره انه ملتش كده، فهيتطير الناحيه التانيه، مش شايف اساسا. الجماعة الأجانب يا حبايبي عاملين مهرجانات بسبب الفيلم ده ومتأثرين جدا، وأنا كمان خفت أجيب لكم الصور الواقعية، لأن بجد الصور الواقعية أو الحقيقية للأرنب مؤلمة جدا جدا. ودعوة مني ومن أي حد اتفرج على الفيلم ده، أرجوكم أوقفوا التعامل مع حيوانات التجارب بهذه القسوة وهذا العنف، لا للعنف ضد حيوانات التجارب، لأن هما في النهاية أرواح، وهم مش أقل مننا، إحنا بنحس ونتألم وهم كمان بيحسوا ويتألموا. والسلام عليكم.